أرحنا بها يا بلال. قرة العيون. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قرة العيون. وجعلت قرة عيني في الصلاة. وللخوف صلاة. وللاستسقاء صلاة. وللخشوف والخشوع في صلاة. وللاستخارة في صلاة. وللحاجة صلاة. وللتأهب للموت صلاة. ليست حركات رياضية أو نظاما ركيبا خشيبا جامدا لا روح فيه ولا حياة. من حافظ عليها كانت له نجاة ونور وبرهانا يوم القيامة. ليس هناك عبادة تقام في وقت الضرورات إلا الصلوات. وهل هنالك ألذ طعما وأعذب مذاقا من مناجاة القلب لحبيبه؟ ولذلك لا تتأخر عنها ولو كانت المغذية في فمك، ولو كان السيف على راسك، ولو كنت مطوق في أي مكان، ولو كنت محبوسا واقفا عريانا مجلودا معذبا، فإنك تصلي حتى لو أوميت إيماء فقط، لأنها عبادة الله الكبرى لا تنخلع عن مسلم ما دام عقله معه. الله أكبر. الصلاة جنة الدنيا والآخرة. الصلاة إنها الصلاة قرة عيون الموحدين ولذة أرواح المحبين. الصلاة فيها يتقلبون في النعيم ويتقربون إلى الحليم الكريم. الصلاة عبادة عظم الله أجرها وشرف أهلها، فهي آخر ما أوصى به النبي عليه السلام، وآخر ما يذهب من الإسلام، وأول ما يسأل عنه العبد بين يدي الملك العلام. إن الصلاة صلة ولقاء وتعبد ووفاء بين العبد في الأرض والرب في السماء، فهي عند الصالحين الطريق لرفع البلاء وإجابة الدعاء. هل تسمعون النداء؟ هل تسمعون النداء؟ حي على الصلاة. الصلاة الصلاة. هل تسمع النداء؟ صلي ربنا يصح صدرك، صلي ربنا يعلي قدرك، صلي ربنا يغنيك بالحلال، صلي ربنا يهدي زوجتك، صلي ربنا يهدي أولادك ويبارك لك في أولادك، صلي ربنا يبارك في رزقك، صلي ربنا يحميك من أعدائك، صلي ما تحتكش للناس أبدا، صلي صلي. هيا للصلاة. إذا أظلمت الدنيا في عيني وكشرت الأحداث لناظري، أو ضاق صدرك أو عظم همك أو كثر نصبك أو زاد تعبك أو اشتد غضبك، فعليك بالصلاة. إذا دهمك أمر يدك الجبال فتذكر، تذكر أرحنا بها يا أرحنا بها.